تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعتنا مستمعي في مكتوب، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برمجكم الشوط الثالث. حلقة جديدة، النقاش وتحية دائما في برمج الشوط الثالث مع حمزة برزوق مصطفى طلحة زميل طريق النباتي. اليوم أكيد الحديث على الديربي بين الرجل والوداد البارح. تحية خويا كادير معنا في إخراج حلقة اليوم، إعداد طريق النباتي معكم في تقديم نبيل بشكرونا. بلايس في جديد حلقة اليوم، رجعوا للمباريات ديال البارح جولة 25 من الدوري الاحترافي إنوي. كذلك كيف ما قلنا نهضروا على الديربي المحمول بين الرجاء والوداد. الرجاء يقترب من الوداد من صدارة ترتيب الدوري الاحترافي. كذلك اليوم نوقفوا على الحالات التحكيمية اللي خلقت واحد الجدل واسع. الحالات التحكيمية خاصة بالماتش ديال بين الرجاء والوداد، جوج ديال ضربات ديال الجزاء، كذلك جوج ديال البطاقات حمراء. اليوم غادي يكون معنا الحكم السابق هشام التيزي. كذلك مستمعين غادي يكون معنا المداخلات ديالكم على الارقام الهاتفية 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. كذلك صيفطوا لنا الميساج ديالكم على الرقم ديالي على الواتساب 0620 330 330. والبداية طلحة مصطفى طلحة، أهلا وسهلا بنبيل، خويا طارق، خويا حمزة، خويا شافيق، كل عامين في إذاعة أم أف أم، جمعة مباركة للجميع. ما تفرجتيش البارح؟ ما تفرجتش أخويا. لاش تفرجت عادي كتجي محتفل؟ نحتفل نهار ربح حتى نهار لا خسرت، رانا ودادي وباقى البطولة غنديها إن شاء الله، باقي نحتفل البطولة ونديما وراء الوداد. عاد طلحة السراء والضراء، طلحة راجي لابس التوني ديال الوداد. لبس التوني ملي ربح ولبس التوني ملي خسر، وعادي ديال الوداد هادشي اللي علمتنا الوداد. حنا باقي حنا الاولين دابا. خسرنا اماتش، خسرنا معركه، ما خسرناش حرب، شنو دوز هكاك؟ باقي حنا الاولين وباقي خمسه المقابلات، باقي عندنا نصف نهائي، باقي مرشحين لجميع الالقاب اللي باقا. باقي فرحان مع راسي، ما غنكره، ما نتقلق، ما والو. كاين شويه انتقاد غيكون بناء، يجب تصحيح ما يجب تصحيحه، وغنتكلموا على هاد الامور، وغنهضروا على الحكام وعلى التحكيم حتى هو، غنتكلموا عليه حتى هو، لانه كانت اخطاء البارح خصوصا هذاك. واخا غادي نرجعوا لي نورمالمون راه هضرنا عليه. هو ما تجيش ما تدخلش معايا من الاول تقول لي راه ما تدخلش معاك، انا فرحان، راه هو اللي خسر الاول. لا غتبغي تشد فيا دابا، انا راه فرحان. انا ماشي واش باغي تدور لينا الخاصيه ديالي ديال الوداد. انا قلت لك حاجه واحده، قلت لك لوجيك مول بغيت تقلق تقلق، ما يقولش شي واحد بلي التحكيم هو اللي خسر الوداد البارح. شوف خلي التحكيم تا هو اللي عنده. انت جيتي دخلتي ليا، لا ندخل لك من الاول حيت انا فرحان، انا ناشط، انا الوداد فرحان بديت الشامبيونز ليغ وباقيين الاول. انا عارف كي باقي نص النهائي، كيفاش داير المقابلات؟ انا تامل ما جيتو، ما جيتش معاك شي حكم في يديك؟ لا والو، انا لابس التوني الزوين ديال نادي الوداد الرياضي البيضاوي، وداد الامه، كنعتز بها، وكنعتز بانني لعبت في نادي كبير كوداد رياضي، وكنعتز بانني كنشجع نادي كبير، وكنتفرج في نادي كبير، وحنا الاولين. انا كنعاود ونكررها، سطر عليها بخمسه ديال واخا مصطفى. اليوم استثناء نرحب لي بخوك حمزه. خويا حمزه لا ما تسمينيش حمزه، المنتصر. المنتصر انا المنتصر، وباقي الاول حمزه، مازال انا الاول في البطوله. مازال مصطفى اللوجيك هو هناك في الشامبيونز ليغ، دابا خصك تروح رياضيه. دابا واش جديد لينا المنتصر؟ شنو هي انا المنتصر؟ السلام عليكم. فرحان اليوم، فرحان راه كل لعب فرحان البارح كورا حاجه غاضبه، راه كان خاصنا البارح. ورحب لي خويا حمزه، تحياتي لك، جمعه مباركه. الله يكمل بك اخويا مصطفى، وحنا راه بجوج فراقينا وحده اخويا. داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين. الوداد بحال الرجاء اخويا مصطفى، اللهم لك الحمد. المهم تفرجنا في ديربي كبير تبارك الله البارح، اكيد على ان غيخرج طارق. ما حسيتش بك اخويا عمي، ما حسيتش بك اخويا، فهمتيني؟ باقا ما كملناش الفرحه. كاين خونا وكاين خوتنا وداديين مقلقين شويه، فهمتيني؟ ما خصكش تلعب على هذا الوتر الحساس، فهمتيني؟ اخوك طلحه فرحان عاد. والله يا خويا لا فرحان، وباقى بخمسه البطولات. حنا الاول ما نعس البارح هذا، والله شوف احسن نعسه البارح. شوف شي البارح انا ما عنديش مشكل، الدراري داروا اللي عليهم. واش كيجيك نعس دغيا ما كتكون مكمل؟ لا صافي، انا بديت شامبيونز فرحان. خاوي الوفاد هذا العام، خاوي الوفاد غندي بطوله انا الاول، راه باقي الاول باقي غندي. ها واحد الحاجه درتي اللعيبه ديال الركراكي البارح، هي حاجه اخويا طارق، اخويا زيد نجمه
دار لا شوف انت سالي باقا باقي العام عاد شي مخلي هادشي مخازنو حتى يسالي العام باش تزيد الجمانه العين العين راه تبعتنا العين في ديامات وبغيت اخويا ندير لها شي صفيحه هنا راه غندير صفيحه دابا تيسالي العام ولكن انا جبتي حاجه اخويا خسرات الوداد عندك تيخوك بالزق قلتي لي مبروك انا باش ولكن علاش ملي عندك قلتي لي مبروك قلتي لي انا الاول ورا ضروري هادي مبروك خليها مبروك لا مال مبروك محسن حتى راه عنقو زير عليه البارح ديز محد اللعابه حنا الاولين حنا الاولين ما عجباش راه ما كذبش مالو كذب ما زويناش خصو موشي في كيموشي في الدريبل انفستير ديالك ترا صد بروفوكي في الخصم بحال هكا قدام وسوقوا باش ندويو دابا حنايا حنا تندويو انا معاك وتندويو حنا بحال هكا ماشي جاست هذاك الدراري باش ندويو دابا تندويو في معقول واخا بلا تبلات ليك شي هنا هنيهم بلا سم بلا ما تطلق عليهم السم ديالك شي حاجه ما قال لا السم لا ولكن مصطفى الله يهديك دابا العطيفه قليل المدربين لا قليل المدربين فاش غتخسر ديبي وغتمشي وغادي تسلم على لاعب وتسلم مبروك عليه سلم وسكت راك راه سمع قال لي من الاول سلم وسكت نشرح واحد الفيديو ما شفتوها حيت الفيديو اللي فيه نقول لك الحقيقه الفيديو اللي فيه الاولين راه عنده واحد الكماله دابا دخلتي كيف ما قلتي تقدر تكون بروفوكاسيون الاولين وهذا المهم شي حاجه اللي تقدر كنتي تقولها في فيسير موتيفي اللعابه ديالك اللي بغيتي انت قلتيها وسط اللعابه ديال قدام راه جاوب بنذكور ماشي بنذكور عوردي بنذكور وجاوب خايب بيان سور شوف كون سمعوا لعاب اخر ديال الوداد كتغتنوض حنا دابا ملي كنلوموا الجمهور درتو الصداع اول البارح ديربي تحرمنا منه ديربي مشى لينا بحال شي واحد تفر لك شي حاجه كنتي غادي وطير لك ديربي ما حسيناش بالديربي البارح غمقنا على راسنا حكا الكره كدا ديربي والجمهور ديربي هو ملي كتكون تيفو هنا وتيفو هنا وتيران بلان مع 12 ديال النهار هذا هو الديربي شي حاجه اخرى ملي حنا كنلعبوا حكم مدربي وكمسؤولين كيجيو بدهم بروفوكيو احنا الاولين الاخر جاوب اللي قال ما نقدرش نقولوا هنا وحتى مذكور جاوب بجوج حتى مذكور جاوبوا ولكن ماشي غير هادشي اللي دار وليد كاين بزاف د الحوايج اللي خاصهم يتحيدوا لانهم هما هادو اللي داروهم كبار على هادشي وهما اللي خاصهم يكونوا قدوه ديال الجماهير ديالهم ما باش يجي وليد يدير هذا الجاس ويجي الوردي ولا مذكور يجاوبوا ولا اخر يدير واحد الجاس ولا اخر يدير فيديو ولا اخر يدير فيديو كتخلقوا غير الفتنه بحال هكا وكتخلقوا واحد الصراع كبير ما بين الجماهير بجوج كتشوفنا هو شي يتحيد نبداو نحسوا بالمسؤوليه شويه اللي مسؤول يحس بالمسؤوليه اللي عنده رجعوا للديربي البارح الغلبه الرجاء كنظن بان تاكتيكمون تكنيكمون الرجاء كان بلو فور على الوداد الامور كلها مشات في صالح الرجاء من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى كنظن طلحه ما غاديش يكون عندك شي راي مخالف الوداد البارح ما جاوش اكيد بدل المعنى ما جاوش الاحتفالات واش بقى بنادم محتفل حتى الدقيقه الاخرى ديال الديربي واش ما كانش بريباراسيون واش كاين شي لعابه قالوا صافي راه العام سالت ديال الشامبيونز ليغ شنو في نظرك مصطفى؟ شوف البارح تكلمنا في سبيسيال وشنا المقابله كاملين وما كناش راضيين وانا بالضبط ما رضيتش على الاداء اللي قدموا البارح اللاعبين ديال فريق نادي الوداد الرياضي البيضاوي او لا نادي او لا وداد الامه اللي البارح كل جماهير الوداديه كانت كتمنى بان تكون الوداد في الموعد ديالها وتاكد هذاك الفوز الكبير على النوادي الكبيره اللي فزنا على الزمالك وفزنا على الاهلي وفزنا على بيترو وتبارك الله مشينا واحد المسار جيد لكن بالنسبه ليا مقابله للنسيان حيت ما فاتش حاجه تقنيه الوداد ما نهضروش على الامور التقنيه غنهضروا على الامور الخارجيه اللي غتكون تثبات لينا بالضبط وهذا الشيء راه عارفه المدرب وعارفينه كل يعني المسؤولين على النادي والجماهير راه عارفين كيفاش اللاعبين البارح كانوا لاصقين اللاعبين البارح كانوا لاصقين فيزيكمو تاكتيكمو بجميع الجوانب اللعبة ما بريباراوش اكيد راه كيبان لك هنا ما كانش بريباراسيون كيبان لك بانه تشتت الدين ديال اللاعبين كان تشتت وباقي في هذيك الفرحه ديال الكاس باقي من تشيب هذيك الفرحه وما نساوش الفرحه ونهضروا بصراحه باقا ما تنساتش لان كل يوم وبعد يوم بعد يوم كنشوفوا الفرحه في جميع الشوارع البيضاويه خارج كازا اللاعبين كيتصلوا بهم الاصدقاء ديالهم بين باقي الفرحه يعني حتى اللاعبين الديربي بالنسبه لي انا تتكلمش على هذه النقطه اولا غياب الجمهور ما
بزاف الامور تدير فيهم حتى عندهم الحلاوه دابا عليهم بجوج شوف عليهم بجوج لكن كنقول لك بان حتى اللاعبين ديال الرجاء كان الهم ديالهم باش انقاذ الموسم راه قلتها لك هذيك النهار بان هو هذه المقابله انقاذ الموسم بالنسبه للرجاء هو هذه المقابله خصو محقوق انا سمح لي زعما نقول لك وجهه نظرك البارح بديك الحاله اي فرقه تضرب الوداد صحيح حنا اول مره او البارح ما تصورناش بان المستوى ديال ديال هذا غيكون هزيل نزيد نقول لك شوف الرجاء بهذيك الحاله اي فرقه تضرب الرجاء البارح الرجاء كانت بان بصوره جيده ولكن ولكن اون فور ولكن ما نقولش كان الرجاء اون فور لان الوداد اللي كانت اللي كان اللي ما كانش اون فور ولكن كانت الوداد اون فور الرجاء الرجاء كون كانوا عندو دي شوا اخرى كون كان مثلا باقي رحيم كان مهاجم مزيان كتقدر تكون شنو السبب اللي خلاه مهاجم مزيان البارح شفنا شي حاجه اخرى حتى هضرت معاك متفق معاك انت هضرتي بلا لوجيك يعني الوداد اللي كانوا مساهلين ماشي مساهلين ناقصين كان المستوى ديالو ماشي هو ذاك المستوى ما وصلناش عند زنيتي نهضروا بصراحه ما كانش البارح هجمات منظمه اللي وصلنا بهم عند زنيتي وكانوا محققين على الاقل نقولوا حنا خلقنا واحد الفرصه حقيقيه ابار لي بالاغيتي ما تهضرش لي عليهم هو لي زوكازيون اللي كنا في الوداد وكنا كنشوفوا من ميليو التيران كيفاش كيمشي وكيخرج مترجي ولا كيخرج من بنزا ولا كيخرج ملي دخل باستثناء الدخول ديال حيموت البارح بان لي كانت واحد شونجمون شويه في المستوى كان واحد شونجمون لان كنشوف بان ودويت عليها في البرنامج البارح في برنامج الشوط الثالث تكلمنا وقلنا بان خاص المدرب وليد يبدا باللاعب حيمود هو الحسوني لان عرفت بان حيمود والحسوني راه شي مدخل حيمود شونج المقابله وغير الوجه ديال المقابله بالعكس لاعب الجعدي البارح يعني عرفنا بانه كان هو عنده كورونا وكان ما تريناش اكيد كانوا ما تريناوش العملو حتى ورشي راه واحد اللحظه ملي بغى يخرج راه كيبان لك بانه قصد شد في الصدر ديالو بانه ما موجودش راه شناه البارح وتكلمنا عليه وزياده على ان اللاعبين مثلا اربعه ثلاثه لاعبين اللي كانوا مع المنتخب راه شتي جبران شفتي عطيه الله راه لعبوا نهار الاثنين هادو ورا داري تا هو لعب داري وداري كومي باش ولكن داري لعب وكان اون فورم البارح على الاقل داري عبد الكريطه ديالو شي داري تا هو ماشي ما فيهش هذاك لافريشور شتو طاح جوج مرات في الكاري ومسكين وعانى غير هذيك النفس الزايده اللي زايده مصطفى مصطفى بشو على الطريق النقطه بالزربه النقطه بالزربه اللي 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 غنقدر نركز عليها هو اول حاجه ذاك الاسبوع اللي كان غبر فيه وليد الكراكي فاش كان في الفورماسيون هذاك من الحوايج اللي زادوا اثروا على اللاعبين ديالو غنكمل النقطه حيت طوسي كان مع وليد الكراكي ولكن طوسي فاش رجع الرجاء راه لعب ثلاثه الماتشات ثلاثه ديال لي ماتش اميكال لعبهم ولكن الوداد راه ما لعبوش الحاجه الاخرى انه الوداد لعبوا ماتش واحد خسروا فيه بواحد صفر الكراكي شويه تهاون علاش بديك الفرحه طلق اللعب شويه للدراري ديال الوداد اللي سافر اللي خرج هنا اللي هو اللي كيتحمل المسؤوليه هو اللي كيتحمل ماشي الدراري فرحوا هذا اللي غنجمعهم انا كمدرب اللي خصني نجمع ولكن من يجمع شي نرجعوا له سيريو ديال الخدمه بان العام باقي ما سالاش صحيح كنضش هذا الشيء ما كانش شوف ما كانش نهائيا لانه راه المهم راه طلحه راه عارف فاش كان في الفورماسيون شكون كان كيبريباري في الدراري عمر شفتي شي بريباراسيون كانت شويه ديال الدراري والاخرين باقيين اللي في مراكش اللي ما عادش فين اللي خارج هنا اللي خارج هنا ما كانش انضباط فاش كيكون الركراكي كيكون انضباط ما كيكونش وليد ما كيكونش من ضابطين اللاعب واخا غادي نمشيو فاصل قصير مازال نهضروا على الديربي نهضروا على البيرفورمانس كبير البارح كان ديال الرجاء كذلك يكون معنا هشام تيازي الحكم السابق باش يدوي لنا على الحالات التحكيميه اللي كانت البارح في الديربي فاصل قصير راجعين هادي جوجو 47 دقيقة مستمعينا دائما ما سمعكم برامج الشوط الثالث على أجل إذاعة أم إف إم باقي دائما مصطفى طلحة حمزة برزوق طريق النفذ دائما حديث على الديربي أكيد الرجاء اللي كان في فورمة كبيرة كنظن باللي حتى الرئيس الجديد عزيز البدراوفة عرف كيفاش يحل اللاعبين كيفاش يموتيفي اللاعبين الدراري كنظن باللي كانوا في كونسونتراسيون اللي
شفنا البارح النتيجه ديالها والريزولتا ديالها كيفاش كانوا اللاعبين مصطفى. كانت بالنسبه لي انا متولي ككابيتان ديكيب قائد. شوف انا قلت لك بان الراجل البارح كانت تقريبا مهتمه بالمقابله غنقول لك اكثر من الوداد وبانت فوق ارضيه الملعب، لان الطريقه باش جيرو بها اللاعبين ديال الوداد المقابله ماشي هي الطريقه اللي كنا كنتمناو يعني وليد وقوينا وبين وصولت من داز معنا عبد الحق ايت العريف. تكلمت مع عبد الحق ايت العريف قلت لي هذه المقابله راه ديربي مخالف للمقابلات كاملين، انت دابا كمدرب السي عبد الحق ايت العريف كيفاش كتشوف وليد خاصو يجري هذه المقابله؟ وراه تكلم وعرف وقال لك بان الصعوبات اللي غيلقى الوداد لانه بطل. دابا اي فريق دابا كيواجه الوداد راه غيواجه واحد البطل، يعني هاد اللاعبين خصهم يعرفوها فهمتيني. اي فريق كيف ما كان النوع ديالو غيواجه بطل ديال افريقيا، يعني اللاعبين دابا خصهم دابا يعرفوا بانهم خصهم يبدلوا لي فور ديالهم الا كانوا لعبوا ودوا هاد البطوله بواحد 100%. دابا خصهم يواجهوا ما تبقى من البطوله وكاس العرش 200%، لانهم دابا الخصوم كلها غتوجد لهم على مستوى. واخا حنا متفقين في هذه القضيه، دويتي في الاول على تحكيم مصطفى كتجيب لي راه عندك بزاف ديال العلامات السيفه وبلي ما كنتيش راضي البا على بعض الحالات التحكيميه، كنجوج ديال البيتيات كنجوج ديال لي كارطون روج. طريق غنمشيو نستقبلوا هشام تيازي الحكم السابق باش اكيد يقولوا الراي ديالو في بعض الحالات التحكيميه اللي كانت البارح في مباراه الديربي. سي هشام مرحبا بك. مرحبا اخي الكريم، مرحبا الضيوف الكرام وجميع المستمعين الاعزاء. مرحبا مرحبا، شكرا على قبول الدعوه سي هشام. اكيد تابعتي البارح الديربي ما بين الرجاء والوداد، وكاين بزاف ديال الحالات اللي خلقوا جدل، خرجوا بزاف ديال الحكام كيقول لك بيلانتي ماشي بيلانتي، الا سمحتي مشوا حاله بحاله غير باش الامور توضح عند الجمهور، سواء جمهور الوداد ولا جمهور الرجاء. سي هشام مرحبا. مرحبا اخي. واخا نبداو الطريق يمكن باللقطه ديال لورجو، باللقطه ديال لورجو ديال رضا الجهدي ومبنزا الدقيقه 19. تمام. الحكم مساعد تيعلن على واحد الحاله تسلل، بينات اللقطه ان اللاعب كان في وضعيه سليمه. هنا كاينه فوات تحكيميه، هنا خطا ديال الحكم مساعد اللي تسرع براس على الرايه. هنا القانون اش يقولها الاخوان هو انه لازم على الحكم المساعد يخلي البروتوكول ديال الفار يخلي الكره تجي، اذا كان عنده الشك يكون عنده الشك يخلي الكره تستمر، اللاعب يستمر وفي اول توقف ولا في النهايه ديال لاكسيون يهز الرايه. لماذا؟ باش يخلي الوقت والمتسع لغرفه الفار باش تاكد من التسلل اللي كاين ولا اللي ما كاينش. اذا ثبت ان هناك تسلل غادي نرجعوا للتسلل في الحاله الاولى، إذا ما كانش تسلل عادي يدير الهدف. وهذه وضعية للمشاهد الكريم والرياضيين راه ولاو عالمين بها. هنا العفو ما يمكنش نرفضها برضو ونجيز، هنا عندها الحكم مساعد بين قوسين ما يمكنناش نتكلموا على رفض هدف، لأن الإعلان والصافرة ديال الحكم كانت مجرد تسلم الكرة للاعب. نعم. يعني ماشي في اللحظة فاش تمارك الهدف ولا سميتها. هناك عفوات حكيمية ولكن ما كاينش هناك الغاء الهدف. واخا كان الرفع ديال الراي من حكم الشرط، واش ما كانش بامكان رضوان جيد انه يطالب باستمرار اللاعب كحكم وسط تتسالي لاكسون كيف ما قلتي وكيف ما شرحتي دابا، عاد ديك الساعه نرجعوا للفار ونتاكدوا من اللقطه واش هدف يتاكوردا ماشي هدف راه تسلل. هنا متفق معك اخي الكريم، هنا يمكن الحكم يتخذ هذا القرار، ولكن باش نرجعوا ما ورد في البروتوكول ديال الفار، هذه المساله ولات من اختصاص الحكم المساعد. الحكم المساعد هو اللي تيعلن، منين الحكم المساعد تيعلن على واحد التسلل، فبدل انه ايفيدون 1000% ماشي 100%، ملي تكون 1000% تنهز الدرابو بلا ما نخلي لاكسيون دير. هذا هو التصور اللي كان عند سي يعني التصور كان عند سي رضوان هو ان الحكم متاكد 100% بان هذيك اللقطات 1000%، حيت سينا ولا كان الشك غير شويه غادي يخلي لاكسيون تكمل، غادي يخلي لاكسيون لانه يكون عارف حكم مساعد عنده الشك. تنقولوا حنا يكون عنده الشك غالب، ملي يكون عند الحكم مساعد الشك غالب ضروري عليا من الواجب ديال نخلي لاكسيون تكمل ونخلي ونرفع الرايه مجرد من انتهاء العمليه كما قلت سابقا. دونك التسلل غير موجود في اللقطه، اكيد تكلمنا على اللقطه واضحه، تكلمنا على البارح السي تيازي هنا وبانت اللقطه
مجرد العين حنا هنا تقريبا بالشوفه ديالنا الكرويه وهذا الحمد لله. راه بنت قلت للاعبين قلت لكل نبيل وقلت لطارق وقلت لحمزه قلت لي هذه تسرع وحتى الحكم ديال الشرق راه ما كانش وقف وقفه سليمه ما كانش متقلب بالنسبه ليا وقف مع الخط ديال الدفاع ديال ولا اخر مدافع ديال الرجاء هذا هو اللي خلاه تسرع في اتخاذ القرار ديال وسي وهذه بالنسبه ليا انا هذه سميتو دارت واحد اللاعبين ديال الوداد بالنسبه ليا حتى عرفوا بانه راه هدف هاد جوج اللاعبين مشاو عند الحكم ولكن الحكم قال لي من اتخذ القرار وصفرت على التسلل. دروك التحليل ديالك صائب ومتفق معك موضوع ديال الحكم المساعد ما كانش صايب لان لا لاحظنا اللقطه انه كان هو فوق الخط ديال 16 متر و50 برافو ما ان اللعبه تيبان لنا انه قبل بواحد المتر ذاك المتر هو اللي خلى الحكم يبان ليه ذاك اللعب انه راه 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 سابق هذا هو الخطا الحاله اشنا هي باش نوضحوها هذا هو اول قرار تاخذ الحكم المساعد اثناء المقابله ياك اكيد هو القرار الاول اللي كان اثر ما دخلش الماتش يقدر يكون اثر على اللاعبين اثر على اللاعب هو تيبقى فوا وتيبقى خطا ما حتاش فيه اثنين ولكن المستوى ملي تنهضروا على الاربيتراج التحكيم في لو نيفو خص ما يكونوش هذه المسائل صحيح اتفق معك سورتو شي عجب بحال هكا كنتي تقدر تخلي لاكسيون على الاقل من بعد راه كاين الفار اللي سهل بزاف ديال الحوايج على الحكام تاكد من لاكسيون ديك الساعه تسلل راه تسلل ماشي تسلل راه هدف اولا غتكتمل اللقطه ندوزو يمكن طريق اللقطه الاخرى سي هشام هي اللقطه اللي كانت في الدقيقه 43 44 ديال ضربه الجزاء الاولى ديال فريق الرجاء اللي كان احتكاك ما بين حميد احداد واشرف داري نمس طريق دابا الحاله باش نرجعوا للحاله انت تشير هناك احتكاك بما انه هناك احتكاك كاين مخالفه ركب ايمان مخالفه ركب ايمان باش نرجعوا للحاله بالضبط وبدقيق الملاحظه وشنان بعض التعليقات تقولوا ان الحكم كان بعيد على لاكسيون ما يمكنش يديرها الا رجعنا اللقطه حلنا بدقه الحكم المساعد الاول كان قريب العمليه نعم وكان السون دو فيزيون واضح لي الحكم المساعد اغلب الظن هو الذي اشار للارض ان هناك مخالفه المخالفه موجوده هناك ركل بايمان لا يستحق الانذار الحكم المساعد هو اللي تدخل هو اللي ساعد الحكم باش يكون حيت كيبان سي سي تيازي بان الاحتكاك كان طفيف جدا يعني بحال قلتي توشه واش هذه كتدخل في الكادر ديال العرقله واش كاين هناك عرقله ملي تنهضروا على القانون ما تنهضروش على درجات الاحتكاك هل هناك احتكاك او لا يوجد احتكاك ما تنقولوش واش قاسوا شويه ولا قاسوا متوسط ولا قاسوا بزاف مجرد ان هناك احتكاك بين المدافع والمهاجم اللي ادى سقوط المهاجم يعني هناك مخالفه ايمان ركب ايمان دونك ضربه جزاء لا غبار عليه ياك لا غبار عليه والسيتيز انت متفق مع عضو جيد انه ما مشيتش تتاكد منها من الفار بلاتي الاخوان هي من اجل التوضيح الله يجزاكم خصنا حنا دابا باش كل المعلومات ديال الفار تكون واضحه ماشي الحكم هو اللي تيمشي تيطلب باش يشوف اللقطه في الفار الغرفه بما ان الغرفه الفار ما استدعتش الحكم دليل على ان الحكم اللي كاين في غرفه الفار راه متفقين مع القرار اللي اتخذ الحكم داخل الملعب كيف تنعيط لي كيف تنستدعي ملي تكون عندي واحد القرار ولا راي مخالف تنعيط لك باش تشوف لو انه لم يكن هناك احتكاك نكون على يقين انه راه غادي يعيط لي غادي يقول لي اجي تشوف بما انه لم يصير استدعاء هذا نسموه حنا المراقبه السريه بما انني انا ما عيطتش حتى في جنه وراه القرار اللي اتخذته في الملعب نعم عندك شي تعليق مصطفى اكيد كنا فشنا بلقطه ولكن ملي تعاودت كيبان لك بانه ولكن اللاعب راه مشاش على قصد اشرف داري بالنسبه لي انا ما قصدتش باش يتوشي اللاعب غير كاينه نعم كاينه معقوله سي ما قصدتش لانه غير لابو ديال اللاعب رجل هز الرجل ديالو اشرف ولكن غير ماشي من القصد باش يضرب لاعب ومن بين عده زوايا بانه راه ما قاش لاعب من تقريبا من جهه الصباط ديالو لان هذا اللاعب اللي كيكروشيك يعني دائما انا كمدافع دائما كنمشي تقدر تمشي رجل اللاعب من تحت اللاعب ديال اشرف داري كيبان لك بان الارجل ديالو بقات الفوق يعني ما مشاش على القصد بانه غير طاقلي وكيبان لك بانه بعد رجل ديالو باش كيبين للحكم بانه غير
يعني ما غاديش نمشي نقصد انا اللاعب راه هادشي اللي هاد القرار بالنسبه لي انا ولكن كيبقى لدوي الاختصاص كيبقى لدوي الاختصاص هنا 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 باش هنا باش نهضروا ملي كنحلوا الاخوات نحلوها قانونيا ملي تنهضروا على ارتكاب مخالفه كاينين في ثلاثه الانواع كاين ارتكاب مخالفه باهمال وطهور وبقوه زائده اللي ذكرتي دابا هو الاهمال انه ما تيكونش عندي القصد ما تيكونش عندي انا القصد الاهمال انني انا اهملت انا درت واحد انا تنجري وبدون قصد ضربت الخصم ديالي ما عنديش القصد انا هذا المشرع سماه الاهمال الاهمال كان هناك راه منين عطينا هذا كنا هناك عرقله رفض الاهمال اهمال المدافع كان عنده واحد الاهمال ما كانش عنده القصد ولكن الاهمال هو اللي كان سبب في الاسقاط ديال المهاجم يعني تستحق ان يكون عليه على ضربه جزاء استحق قانونيه ومشروعه 100% واخا بقى معنا سي هشام التيازي اكيد الحكم السابق واللي اكيد حنا فرحانين تكون معنا باش توضح لنا مجموعه ديال الاشياء فقط توقفوا مع فاصل قاصر وراه غادي نكملوا رجعنا معكم مستمعينا ديال ثلاثه ديال العشيه دائما مواصل معكم برامج الشوط الثالث على اجل اذاعه ام اف ام دائما مواصلين الحالات التحكيميه اللي كانوا البارح في الديربي بين الرجل والسالب 2-0 افاده فريق الرجاء الرياضي دائما معنا خبير التحكيمي سي هشام التيازي سي هشام مرحبا من جديد مرحبا اخي الكريم مرحبا دونك نواصلوا كنظن من بعد الحاله اللي خصنا نوقفوا عليها هي ضربه الجزاء واللي ضربه الجزاء الثانيه واللي جا موراها مجموعه ديال الاشياء ومجموعه ديال الحويج ولي رياكسيون اللي كانوا خارجين على الاطار الرياضي سي هشام بداو بعدا بركله الجزاء اللقطه ديال داري نفذ توش جبران حاول يعطي الكوماره من بعد كنظن يشارج على زريده والاعلان ضربه جزاء من طرف رضواجي الحاله اللي كنا قبيله راه نفس مطابق على الحاله الثانيه المدافع بإهمال ما كانش عنده القصد انه يسقط المهاجم ولكن الاهمال ديالو التحرك ديالو اتجاه الكره بلا ما ياخذ الاعتبار التواجد ديال الخصم خلاه انه يعصف ليه الركل ديالو على القدم ديالو الاسقاط التالي وبالتالي ركله جزاء مشروعه وقرار شجاع للحكم رضوان جيد في هذه الحاله هذه اللي اعلن عليها ردت الفعل ديال المدافع كتبين بوضوح ان هناك ركله جزاء كي قال الله عملها الحاج ديالي لا غبار عليها الاحداث التي رافقت بعد تسجيل الهدف هنا يمكن التدخل ديال غرفه الفار سواء طرد الاول او طرد الثاني الحكام لم يعينوا الحالات ولكن بعد مراجعه اللقطات من طرف غرفه الفار تم استدعاء الحكم رضوان الجيد لمشاهده اللقطات وبعد ذلك اتخذ العقوبات الانضباطيه اللازمه مهاجم فريق الرجاء وايضا فريق الوداد البيضاوي واخا اللقطه ديال تسومو في حق حركاز اللقطه هنايا ديال تسومو مع حركاز فاش ضربوا في وسط الميدان الكاميرا الخلفيه هي اللي بينات انه كان هناك اعتداء كان اعتداء تماما لعيط للحكم ديال الفار عيط لي هنا عين كيفاش نقول كيف قلنا في البدايه ديال الحلقه انه منين تكون واحد القرار اللي ما عينوش الحكم وهادو من المسائل من المسائل النقط الاربعه التي يحتو عليها البروتوكول ديال الفار منين تكون واحد الاخطاء التي تستوجب الطرد ولم يعينها رباعي الحكام يجب تقديمها للحكم من اجل اتخاذ العقوبه اللازمه نعم انا عيط لي باين اللقطه بان هناك اعتداء واضح ديال اللاعب راه ضربوا الوجه ديالو بالايد ديالو كان واحد مثلا سلوك مشين غير مقبول في كرة القدم الوطنية القرار المتخذ بالرجوع للفار كان في محله نعم في نفس اللقطة سي هشام كان في نفس اللحظة لأنه طرد تسومو وجا الطرد ديال محسن متولي بعد واحد الحركة اللي قام بها تما فين شفنا على أنهم تم طرد جوج ديال اللاعبين لا ديال الوداد لا ديال الرجاء بغينا غير نستشروا معك على اللقطة أيضا ديال محسن متولي واش كان كيستحق الطرد ولا لا؟ واش الحركة السؤال ديال الحركة اللي قام بها السي متولي واش مقبولة ولا غير مقبولة؟ وانا سولتني انا سي هشام لا حنا دابا تنهضروا دابا كاين القانون وروح القانون حركه غير مقبوله سواء الجمهور الخصم ولا الجمهور ديالك ولا المتتبعين ولا المشاهدين كره القدم تشاهدوها اطفال تشاهدوها لاعبين ناشئين
خصنا نقدموا لهم الصوره الطيبه. المشرع في كره القدم يحارب هذه المسائل. هذا التدخل ديال غرفه الفار كانت محليه، اللقطه غير مقبوله. السلوك اللي تنتمناو ان التجربه ديال السيد تولي والتاريخ ديالو والاسم ديالو كثر، بغينا يكون قدوه للاعبين الشباب باش نبينوا لهم الحاجه المميزه في كره القدم. دونك كتستوجب بطاقة حمراء اللقطة ديال المحسن بجميل، تستوجب بطاقة حمراء. نعم يعني سي هشام، يعني الخلاصة اللي عطيتينا دابا انه جميع القرارات اللي خدا سي جيد فهي صحيحة ما عدا اللقطة ديال الهدف ديال فريق الوداد الرياضي. باش نتكلموا عموما، الأداء الحكام كان ممتاز هذه المقابلة بدون تجرد وبكل مصداقية. الهفوة الوحيدة اللي كانت في المقابلة وهي تسلل ليه الحكم مساعد الدقيقة 19 اللي كان خصو يخلي الكرة تلعب. ما الأداء التحكيمي السرد وان جيد، عنده تجربة ما تكفي باش خرج المقابلة لبر الأمان. الاسم ديالو ولا الكاريزما ديالو ساعدت اللاعبين باش يحترموه وباش تكون المقابلة تمر في روح رياضية، رغم أن دوك جوج بطائق حمراء كان التفادي ديالهم، ولكن عموما الرباعي راه ما كانش في خطا اللي مؤثر على المقابله. نعم. لنتيجه المباراه. نعم واضح سي هشام، وكنشكرك بزاف على كل هاد التوضيحات سي هشام تيازي، شكرا جزيلا. عندي واحد التحيه للسيب الرزوق. اييه الله يحفظك، واحد التحيه للسيب الرزوق سي راماتشي. الله حمزه الساعه انا سيب الرزوق راه دخلنا للتاريخ. سي هشام سيب الرزوق راه كان عنده مباركه، الله يبارك فيك سي برزوق. كيدير كيدير العائله كلشي بخير السي هشام. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك كل عام وانت بخير. الله يكبر فيك اخويا هشام، اللاعبين اللي متميزين بالاخلاق ديالهم وباحترام الحكام. الله يعطيك الصحه. لا تنت الحمد لله، ما عمرنا سمعنا فيكم في الملعب شي حاجه اللي الحمد لله. سي هشام سي هشام، ما عندكش شي طريفه كانت وقعت لك ما بين برزوق ولا طلحه؟ برزوق ديما عارف الطرائف. برزوق ذكرك الجزاء اللي نكونوا صراحه اخوان، سي برزوق كان ذكي ذكرك الجزاء. هذاك المهاجم ماشي تنقولوا حنا المخادم ولا كذا، ولكن الدور ديال المهاجم راه هو هذا. المهاجم اللي يقلب المقابله يجيب لي ركله الجزاء، يكون عندنا منه غير واحد. الله يعطيك الخير السي هشام، يجي يعاون في المنتخب وقت ما حصلنا يدخل لي. سي برزوق دخل لا سيرفاس ريباراسيون، قرب لا سيرفاس ريباراسيون، تلق الكره. كان لعب الوداد بالكجان. سي هشام نعم، انا بغيت نسولك واحد الحاجه. علاش 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 يعني كنشوفوا بزاف لا في بعض الصحفيين ولا بعض الصفحات كيسموك الحكم المثير للجدل، واش على قبل القرارات اللي كتقوم بها ولا علاش بالضبط؟ كان كياخذ مقابلات بايدي من الحديد، كان كياخذ سي هشام تيازي المقابلات ديالهم، وكانت في ديك الوقيته راه باقي ما كاين لا فار لا والو. راه تحياتي لكم صراحه، لانكم كنتوا يعني قضاه صراحه ديال الكره وقضاه الملاعب معنى الكلمه، وكنفتخر بانني انا يعني لعبت في هذيك الحقبه يعني كانوا فيها حكام متميزين، وكما تكلمت سي هشام بقات العلاقه طيبه تتم بالاخلاق ديالكم، والحمد لله دزنا في هذيك الحقبه اللي الحمد لله كنا يعني الحمد لله كنفتخروا بهذيك الحقبه. اصبر مصطفى وجاوبنا سي هشام. حنا هاني غادي نقول لك، اولا الاطار الجدل مرتبطه بمقابله القويه، الحمد لله كانت تسجيل المقابلات قوية، جيش وداد رجاء وداد أسري جديدة، المقابلات اللي زربي اللي تكون عندهم واحد تغطية إعلامية وتكون فيهم واحد الانتباه كبير. هذا النقطة الأولى. لأن لا ركبتي خطأ في ماتش زربي ماشي هو اللي ركبتي في مقابلة بلا ما نقول اسماء ديال الفرق، راه كاين واحد شوية ديال المزر ما احترمتش الفرق. الحاجة الأخرى اللي كانت مهمة كي قال سبرتو، كان واحد الاحترام بين اللاعبين ولا كذا. سي برزوق ولا الاخوان كان الاحترام بيناتنا داخل الملعب وخارج الملعب. الحاجه اللي كاين تقول لك مثير الجدل لان القرارات كما درت القرار ركله الجزاء اللي علت عليها الوداد ما قبلوهاش الرجاء لحد الساعه. نهار في كاس العرش علنت على ركله الجزاء الرجاء، راه جديده ما قبلهاش. يعني ديما القاضي اللي كيحكم بالعدل راه ديما تلقى واحد من الطرف ما تكونش راضي. دابا سي هشام دابا 19 سنين
دابا دازت 10 سنين هو بور الزوق معانا وانت كدوي معاه، واش باقي بالنسبه لك بيلاتي دابا ترجع للتيران تصفرها؟ هاني باش ما ولا راه ما كملتش، ما كملتش ناكسيو سبر الزوق منين تلقى الكره، منين تلقى الكره سبر الكشان حط رجليه فوق الخط، كان كان احتكاك هي اللي هضرنا عليه قبيله اللي عمل. انا حطيت حطيت رجليه امام المهاجم اللي غادي، وراه ذكاء من برزوق، راه متفقوا عليها، راه ذكاء من برزوق، راه ماشي راه هو اللي خلق لافوز، هو اللي خلق لافوز، وهذه تنعتبروها ميزه. حنا انا كحكام ممكن ليش واحد المخالفه ترتكبت، واخا انا عرفنا برزوق انه كان خدمها مزيان، وهذه المخالفه راه كاينه ارتكبت فوق الخط، سي برزوق وعبدو ربيه بدون فار. اول مره تنعطي عرفوا الناس انه راه خطوط مرمى، الخطوط تعتبر داخل المساحه اللي تضحي فيها. اي فوالا الجمهور اش قالوا ديك اللحظه اش تيقولوا لنا؟ تيقولوا ما عبر الله راه المخالفه ترتكبت فوق الخط. يعني سي هشام راه ماشي داخل باش نختموها، تصفرها دابا، تصفرها دابا تصفرها عاوتاني واخا بالفار. لا راه 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 را المراقب ولا الجهه المركزيه ولا المديريه راه عناوني بعد المخالفه. يا سي وي عناوني لينا الخط، خطرتك فوق الخط، فوق الخط، ودار الخط تعتبر داخل مساحه الجزاء. شوف جميع الاحوال سي هشام، ماتش في نظرك يبقى من احسن الديربيات اللي دازو، من احسن اللي داير به، اللي داروا بوليميك كبيره، ماتش داز فيه الكره، كان في جماهير كانت كبيره، لوحات كبيره. ولكن الزميل ولكن الزميل ديالنا خويا هشام باقي ما مقتنعش، كيقول لك ماشي بيلانتي. اين هو اين هو اين هو شفيق الزهراوي؟ لا 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 ولا اقتنع ولا اقتنع شفت شفيق ولا اقتنع ولا اقتنع ولا اقتنع من شاف اللقطه، من شاف اللقطه، لان هنا الفرق بين دوكا اشنو هو حلاوه كره القدم الاخوان، شنو حلاوه كره القدم هو هذا النقاش اللي تدور بعد المقابلات. تصوروا دابا تلعب تربيات وما كاين حالات، ما كاين والو، ما هضرش كل واحد يسال حالاتو، ما بقاتش الحلاوه ديالها. الحلاوه هو هذا النقاش اللي تدور دابا والاختلاف الرؤى، واحد تيقول بيلانتي، واحد ما تيقول بيلانتي، واحد تيقول صفره، واحد تيقول ما صفراش، واحد تيقول هذا الور كان عليه يخليه، راه خصنا نتقبلوا بعضياتنا في كل وقت. اكيد اكيد هذه حلاوه ديال الكره وديال الديربيات. راه ما كاينش شي حكم تيقلب باش يدير الغلط، ولكن ولكن واحد السؤال السي هشام هو ان يعني كنعرفوا بان المنتخب الوطني المغربي مأهل قطر، وأول مرة تقريبا يعني من العهد ديال سعيد القولة الله يرحمه رحمه الله عليه، يعني ما بقيناش كنشوفوا تواجد كبير بالنسبة للحكام المغاربة في كأس العالم. شنو السبب؟ انت حاكم تبارك الله كنت دولي، وهذه السنة هذا كنشوفوا بأن حتى في قطر ما يكونوش حكام، يعني خصوصا على مستوى رقعة الملعب بالنسبة للحكام المغاربة. كيفاش كترد على هذا الشيء اخويا؟ فعلا فعلا هذا الأمر يحز في النفس، خصوصا ملي تنعرفوا شي دول اللي مجاوره ولا ولا قريبه لينا انها مشاركه بالحكام ديالها في الساحه، ولكن هذا تيحفزنا باش يكون عمل اكبر. خصنا نشوفوا الخلل فين كاين ونعملوا اكثر، الا كنا تنعملوا 50% نزيدوا نطبروا اكثر باش نوجدوا الظروف للحكام. لا يعقل اننا عندنا في افريقيا احسن بطوله وطنيه اكيد وما تعطيناش حكام اللي يكونوا في كاس العالم. صحيح صحيح، احسن وافضل بطوله افريقيه هي المغرب. صحيح متفقين معك، ضروري يكون فيها الحكام. هذا 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 ناقص باش يكون واحد العمل اعاده نعاودوا نشوفوا الخطه والاستراتيجيه ديال العمل ديالنا. راه يمكن انه خصنا باش نجدوا واحد الحكام بهذه الطريقه ونديروا نشتغلوا طرق اخرى وتدابير اخرى ونسجلوا الحكام ديالنا. راه عندنا حكام شباب، راه كاين جلالجيين، كاين السي سامي الكزاز، كاين اسماء اللي خصنا ندعموها ونطوروا عمل الاشتغال باش ان شاء الله تعالى. ولكن اليوم ستيازي راه اليوم علاش تكلمت على هذا؟ لان اليوم كاين الذكرى ديال الوفاه ديال المرحوم سعيد بالقوله الله يرحمه. اليوم كاين الذكرى ديال الوفاه ديال الله يرحمه في هذا النهار هذا، لانه راه من الحكام اللي شرفوا يعني المغرب وافريقيا والعرب في كاس العالم ديال 98. الله يرحمه في هذا النهار، الله يرحمه ويتلى الرحمات الاخوه. حنا انا درت 11 حكم وانا حكم دولي. الاسم ديال سعيد بالقوله كان ديما سابقنا وكان ديما مفرش لنا الطريق، انه عطى واحد الصوره طيبه للحكام المغاربه فين ما رحلنا وارتاح لنا، تعرفوا لان حكام مغاربه تيبان لهم الحكم بالقول الله يرحمه. اللي تنتمناو ان شاء الله تعالى تضافر جميع الجهود باش نرجعوا واحد الاسم اللي نذكروا به سعيد بالقوله، ورانا
والمغرب الحمد لله راه ماشي ما ناقصينوش لا الامكانيات لا الماديه ولا البشريه باش نوصلوا لهذا لا اكيد. كنشكرك بزاف سي هشام. هشام التيازي كنشكرك على كل هذا التوضيحات والمداخله ديالك معنا هشام التيازي حكم الدولي السابق. يلا مستمعين مازال مواصلين معكم بدون ناخذوا لي زابيل ديالكم على ارقام الهاتف 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33 33. فاصل قصير وراجعين. حنا مازالين متواصلين معكم في برنامج الشوط الثالث ما تمشيو فين. صافي قررت نتسجل في الجامعة الأورو متوسطية بفاس. اختيار ممتاز وفيها عدة تخصصات كالهندسة، إدارة الأعمال، ذكاء الاصطناعي، الهندسة المعمارية، البيوميديكال، الصيدلة، العلوم السياسية، دبلوم مزدوج مع جامعة لا سوربون وغيرها من التخصصات. والإيكو كومبيوس ديالها كيمتد على مساحة 40 هكتار بمعايير دولية. وتم تصنيف الجامعة الأورو متوسطية السنة الفايتة ضمن أفضل 25 جامعة في العالم من طرف ترتيب دولي ملتي رانك فيما يخص الحركية الطلابية. الجامعة الأورو متوسطية بفاس مؤسسة ذات منفعة عامة. لمزيد المعلومات زوروا الموقع euromed.org. MFM. دابا كنسمعوا البرنامج الشوط الثالث على إذاعة MFM. يلا مستمعين نبداو ناخذوا لي زابيل ديالكم على الارقام الهاتفيه 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. فرحوا الله الا ما فرحني با لا طلع كيعجبني طلع والله كيعجبني. اش غنقول باقي البطوله وكاع باقي خمسه دورات ياك سي خالد باقي خمسه دورات وباقي نصف نهائي قال لك خالد باقي الله خالد فرحان بعيد ربحتوا البارح صحتكم. انا كنقول لك بصحتكم ولكن ربحتوا معركه حرب رباقه بقى البطوله ان شاء الله. نشوف القادم افضل الوداد واخا نقول لك بان الركراكي ما غيتعاتقش مع البطوله الثانيه تواليا. يلا ناخذوا عبد الله. عبد الله من كازا. عبد العالي. عبد العالي خويا مرحبا. الو عبد العالي. الو الو عبد العالي. الو 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 السلام عليكم. الو وعبد العالي أماك مساعد أخويا من مجدة. مساعد ها مرحبا أخويا مساعد. لا لا قلت له مساعد هو لا يسمع عبد العالي. عبد العالي وكل شي زين كل شي زين. قول لينا الله يرحم الوالدين. نبدا أول حاجة أخويا نبيل أنتم ما كتطلقوا الخطوط ولكن هذه واحد ثلاثة نتاع الخطرات الأربعة كتطلقوا الخطوط وكتقبضونا واحد 20 دقيقة ولا في التالي السلامة السلامة. واخا سيدي واخا سي مساعد نشرح لك. واسي مساعد سي مساعد هو دابا سمع انت باغي تستفسر يعني خصك تسمع انت باغي رد. كيكونوا ناس اللي معيطين قبل منك خصهم يدوزوا مكاش نصبقوك انت وهادي كنظن بانها حاجة عادية كتعرفها. اسي نبيل انا تفوتوا حتى واحد مانيش نقول لك عليها ولا على شي واحد اخر اقعد تكملوا ما تفوتوا حتى شي واحد. لا لا الناس كيدوزوا والناس كيدوزوا اسي مساعد دابا حنا كندوو في ديربي وكندوو في روينه وفي التحكيم وجاي كتقول لي انا كتبقاو 20 دقيقه الناس كيدوزوا معنا كل نهار كيدوزوا. تفضل قول لنا فاش بغيت تهضر اسي مساعد. انا اللي بغيت نهضر اخويا نبيل انا علاش هذه واحد الربع ساعه والحاجه بغيت نهضر لكم على المقابله تاع الوداد مع فريق الرجاء. انا كتهضروا غير على الحكام هضرنا على المقابله واش كانت في المستوى. حنا المقابله لما نشوفوا الرجاء مع الوداد كنا نشوفوا غير جماهير جماهير يكونوا في المستوى ولكن كي يلعبوا بدون جمهور لا علاقه بكره القدم باش نقول حنا الرجاء والوداد. انما انا بكل صراحه انتوما لما يكون لاعب الفريق الوطني المغربي كلكم كتديروا كتبقاو تعلقوا كتقطعوا في دوك اللعابه تاع الفريق الوطني المغربي ما تخليهم ما تقولوا فيهم. وبالاخص سي مساعد اسمعني 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 سي مساعد واسي مساعد واسي مساعد. دابا انت الى عندك شي مشاكل ولا ما فرحاش ولا مقلق وما تجيش اصاحبي تخسر الفرحه ديال الناس. كندوي في ديربي النيفو تبارك الله البارح كانت مزيانه الوداد عيان هادشي اللي قلنا ما كننافقوا حتى حد. هذاك المنتخب اللي عاجبك انت سير شعل التلفاز وبقى تعاود فيه سير اليوتيوب وبقى تعاود في الماتشات حتى تسطى. المغاربه كلهم ما عجبهمش المنتخب كيعجب شي واحد فاقص المنتخب جبنا واحد امريكان الدكتوره ديال ما عرفت شنو مدير تقني ديال وكيقول لك ها لي فايد الواحد وهذا المنتخب ما كيلعبش كوره انت جايب عندي انت بوحدك باش تقول لي لا راه نتوما كتقطعوا في اللاعبين اللعابه كتقطعوا فيهم لعاب ما كيلعبش ماتشات منتخب وكنقول لهم بالسميات ما كننافقوا حتى واحد.
مش بغينا راه دواء دواء مصطفى هو اول اجدر كاع يدوي على الفريق ديال الوداد الرياضي ودواء مصطفى وقال لك على ان اللاعب ما كانوش وجمع كاملين يعني ما قالش واحد بواحد قال لك كل شيء ما كانش كل شيء يتحمل مسؤوليه سير برد المدرب يتحمل مسؤوليه والمنتخب الوطني فوق الجميع احنا المنتخب ديالنا التمغربي ديالنا كنبغيو المنتخب يكون احسن الاحوال ديالو احنا بغينا المنتخب ديالنا يدي كاس افريقيا بغينا المنتخب ديالنا كنجيبوا واحد ناخب وطني يعني كيتخلص بواحد المبلغ باش يكون يحلل هذاك المبلغ اللي كياخذ ويفرح المغاربه بغينا يفرح المغاربه بغينا يدير لنا التمثيليه مغاربه يبدا يتعاير مع الجمهور ولا يهز يده مع الجمهور هذا من حقه ما عجبوش المستوى ديال المنتخب من حقه يعاتبك السي المدرب من حقه ينتقدك انت كاين تما باش تدي بشكل جيد ما لقاش مشكل مع واحد رصيت هو خاص هذا المغربي هذا خاصو سعيد كنشكرك بزاف رايك هذا ورايك يحترم نجي عند عبد العالي من كازا خويا عبد العالي مرحبا سينا بتحيه للسي مصطفى الحوت سي حمزه بردو الله يكبر ليك اخويا جمعه مباركه اخويا تفضل اخويا بالرجوع المقابله ديال البارح الوداد ما كانوش في التيران والرازة رغم أن الأداء ما كانش مقنع ولكن الأهم هو النقاط. بطلة. ألو. قبل قديش. ألو. وي تفضل عبد الله. والبطلة أنا رغم ما كسمعوكش مزيان بدل عبد العالي حاول تبدل البلاصة حيت شو إمكان الرايزو ما عندك شوية شي حاجة ما كسمعوكش كنسمعوك مقطع. ألو. أنا دابا كسمعنا سير. صافي كسمعوك سير. قلت لك رغم الوداد ما كانش في التيران والرازا رغم ان الاداء غير مقنع اننا ما كانش انا كاع ما عجبني الاداء ديال الرازا كاع ما عجبني كاع بتاتا صراحه انت الاهم هو ثلاث نقاط انت رجاوي انا رجاوي انا كرجاوي مشجع رجاوي الرازا ما عجبتنيش البارح وكل الاهم هو انه فازوا في هذه النقاط ما تنساش راه رابحين شامبيون دافريك لا البارح الوداد بالضبط الوداد البارح الوداد ما كانوش كثير ما كانوش ما كانوا لا كانوا لا انا تفرجت المقابله كامله وي زين ما تفرج الرازع البيضاوي كان ناقص ولكن اهم حاجه في هذه المقابله هي 3 بوان لان نقلتنا الفرق لنقطه وباقي خمسه دورات وكل شيء ممكن وباقي البطوله ملعوبه وكنتمنوا نفوزوا باللقب الله يحفظك خويا هذا هو المهم نتمنوا باقي خمسه دورات في الدورات اللي جايين صراحه غيكون شويه قوي تكون شويه المقابلات اللي باقي للطرفين مقابلات صعاب وما يمكنش التكهن بها اكيد ولا شوفوا ولكن عودنا فريق الوداد الرياضي يعني في هذه الامطار الاخيره يعني تقريبا راه كيحسم اللقب وان شاء الله نتمنوا الفريق الوداد يحسم اللقب يمكن يكون تعثر من طرفين بجوج من طرف الوداد من طرف الرجاء البيضاوي المقابله انه يخبط خمسة دورات كل شيء ممكن تسير كل شيء اكيد باقي التشويق وباقي الاثاره ان شاء الله متفق معايا ولا لا متفق معاك اخويا الكره باقي ملعوبه حتى الدوره الاخيره الكره باقي ملعوبه خمسة ما الدقيقه الاخيره بالضبط ان شاء الله الدوره الاخيره ماشي حتى الدوره الاخيره كما لاحظنا في الموسم ما قبل الماضي مع الرجاء البيضاوي في الملاكي الوقت الاخر صافي تحسب الوداد ولكن في الدقائق الاخيره حافينا غير مازال مقابل من الوداد الرجاء هاد السوسبانس اللي بغينا هذا العام واكيد هادشي اللي كيعطي دائما داك التشويق والحلاوه الحلاوه والبطوله الوطنيه هادشي واش ولينا ديفيرون ماشي بحال بطولات اخرى بحال ميسر بحال وكتبقى البطوله المغربيه احسن بطوله في افريقيا احسن بطوله افريقيه وعربيه الحمد لله شكرا عبد العالي شكرا على المداخله ديالك عبد العالي كان معنا من كازا بشو عند بوشرى من قنيطره بوشرى مرحبا بارك الله فيك ولدي كي داير النازي كي دايره بخير كي داير طارق الله يحفظك لاله بوشرى الله يحفظك اختي جمعه مباركه اختي شكرا علينا وعليك شكرا لكم تحيه لطاقم البرنامج كامل الله يحفظك تفرجتي يا بوشرى البارح وانا ولدي والله ما تفرجت انا شوف 10 دقائق الاولى عرفت الوداد ماشي في نهار خرجت نظره تقنيه ثاقبه عندك شوف اختي كاين صافي خرج قلت لولدي مبروك عليكم غتربحونا على دابا انت ولدك رجاوي وانت وداديه جيجي بعدا انت كيفاش وا بوشرى كيفاش دابا انت رجاويه وداديه انا وداديه انا ولدي رجاوي انا بنت سباته ما عارفه الرجاويين فيها بزاف خوتي رجاويين وانا كنبغي الوداد ولكن الروح الرياضيه كتبقى ولكن كيفاش ولدك كيفاش قلتي لولدك مبروك حيت بقى كيشد فيا
ليا وهذا الشيء شاد فيك شاد فيك شاد فيك على ولدك رجاوي دابا وانت وداديه ولدي رجاوي كيحمق على الرجاء وكيفاش سلت ليك ابوصه كيفاش اخويا رجاوي وسمى على بورزوق صافي شوفي اقول الى لعب كره راه غيبقى يجي في البيناتيه شوف راه يلعب دخلال هو يلعب كره والصغير قالك باغي يولي بحال الساقناوسي راه مدخلاهم بجوج دابا واحد ودادي وواحد رجاوي والودادي البارح انا خرجت انا وبا قال لي اش غديري باش ما نوضوهاش يلا نخرجوا خليهم خليهم بيناتهم ياك شنو تنقول ليه الدري الصغير اليوم مع كيحنق على الوداد صراحه قلت ليه اليوم الدري الصغير غيمرض ليا وفعلا داكشي اللي كان دابا بوصل الدري الصغير هو المرضي لا ولا هو ماشي على المرضي راه في وسط المرضي ليه خارج ليك بوصل ياك وما عرفتش اولدي اش عندي نتمنى لهم التوفيق في ونتمنى لهم التوفيق في الدراسه ديالهم اختي ولا البطوله ولا هذا في كازا هذاك هو الربح ماشي مشكل بحال الوداد بحال الرجاء خاصها غير تكون الروح الرياديه اكيد هذا هو المهم هو المهم كنشكروا نتمنى اللعابه يكونوا قدوه لان ملي كنقولوا الجماهير كتفعل وكترك راه كيتسبيروا من اللعابه راه اللعابه خصهم يوصلوا ميساج الدراري راه انا ولدي البارح واحد اللعاب كان حتى المخرج بواحد الصريح وقال لك انا فرقتي مربياني ولا ولدي كيبكي وكيقول لك واش انا حنا الوداد وما مربيانش حشومه وعيب وعار نخرجوا بالتصريحات بحال هكايا حشومه ما نهضرش على بزاف احنا دوينا على هذه القضيه في الاول خاصها تكون ولدي انا متفق معاك دوينا على هذه القضيه في الاول قلنا اللعابه المسؤولين اللي عليهم بانهم غيكونوا قدوه لبزاف ديال الناس والجماهير سيرتو خصنا شويه نتحلوا بالمسؤوليه خصنا ندخلوا للتيرانات حنا دابا الدير في العالم يا عباد الله هما بحال زيازل ذاك اللي دابا صفر في الدير ما كايناش وشنو السبب الشغب والله يعاونكم اولدو سمحوا لي شكرا ابو شرف شكرا الرساله ديالك تكون وصلت للجماهير اختي الرساله ديالك واضحه للجماهير اختي ان شاء الله باش نبقاو نشوفوا هذيك الاحتفاليه وحنا في امس الحاجه الجماهير باش تكون تواجده في المدرجات لان هي اللي كتعطينا الفرجه والبارح خير دليل شفنا عده مقابلات الاحتفاليه والبارح راك شي بحال شي كسروت ديال الطريق ما فيش ملحق هو هذا الماتش البارح هو انا حاجه واحده والله قول والله يكون في عون السيده بشرى انه صعيب انه يكون عندك جوج دراري صغار واحد رجاوي وواحد ويدادي كيفاش غتكونترولي ولكن انا بغيت كل حماس انا بغيت مصطفى يكونوا ديربي في الدار انا بغيت المصطفى ديربي مصطفى راه غادي ليها غادي ليها يا خويا غادي ليها راه عيط لي البارح وقال لي الكادو المعلم ديجا انا متخاف الله يلاه قال لي البارح وتبارك الله واحد الولد عند مصطفى تبارك الله الله يحفظه لي بحالو بحال البوان لا في كوره في كوره راه الفوتوكوبي ديال مصطفى هو سمعت بان باغي ديفي لا هو انا مازال كنت كنطاكلي شويه لتحت بالك كيطاكلي في ودني هنا وخويا الله يخليه ليك وصلنا لختام حلقه اليوم طلعه شكرا شكرا خويا نبيل خويا طارق خويا حمزه كل عامين في اذاعه ام اف ام بون ويكاند سي خالد نزار علاش كدوي مع نزار بوحدو كدوي مع الفرنسي نزار كيجيني بحال كابيتان لا حيت نزار خالد السادات هنايا واحد الحاجه طلعها راه كلشي كيدخلوا في الكوره فهمتي بعدا دابا نزار كيبان لي فاش كيبان لي كابيتان لا حيت نزار كيبان لي طارق كيبان لي في البونتوش لا حيت دابا البرنامج البرنامج ديال الشوط الثالث بحال الديربي تا هو ديربي الجمهور نزار ملي ما يكونش حاضر كيبان لك البرنامج خاصو شي حاجه خاصو نزار هو الديربي ربحك فيه حمزه وباقي شوف باقي البطوله وقلب عليا دابا سالينا باقي خمسه دورات المهم انا شديتك في الساعه المهم تحيه ليك تحيه لبرزوق تحيه لمصطفى تحيه للطاقم ديالنا كامل عبد الوهاب زكريا الكاد فادر ديالنا قادر العملوت شافاك كلشي منصب كلشي ولكن راه خالد نزار راه عطينا سميات المهم انا ما نقدرش نقول السميات اللي مسمي عليكم ولكن مسمي عليا النكروز علاش الله النكروز واخا شكرا طارق حمزه خويا شكرا 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 لجميع المستمعات ومستمعي راديو ام اف ام شكرا بو حمزه شكرا لكم جميعا شكرا كم على كادر في اخراج حلقه اليوم تحيه لخويا خالد نزار عبد الوهاب شفيق منصف العملود كان معنا في الفيديو شكرا لكم جميعا الى اللقاء